بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن الآن ضمن وفي كنف مخيم المصيدة لأبناء الشهداء في مدينة قارة في بلدة عرسال. هذا المخيم كما ترون مخصص لأبناء الشهداء في الذين استشهدوا وقضوا ضمن هذه الثورة المباركة في مدينة قارة. طبعا المخيم يتضمن 74 غرفة، إضافة إلى مكتب أو محرس والمرافق الخاصة بهذه الغرف. طبعا المبلغ المخصص أو المرصود أو المدروس، خلنا نقول أنه المبلغ الكامل ليس موجودا في أيدينا الآن، المبلغ المرصود لهذا البناء ولهذا المشروع هو ما يقارب 100,000 دولار، لأن الغرفة تقريبا هون بتكلف بين 1,300 إلى 1,500 دولار أمريكي. طبعا الغرفة عبارة عن، أو المكان المعد لسكن الأسرة راح نشوفه مع بعضنا سوا، عبارة عن بناء 4x6 من ضمنها مترين بأربعة، بنسميهم نحن بلغتنا العامية المنافع، يعني المطبخ والحمام. طبعا هو مطبخ صغير كتير وحمام صغير كتير، ولكن يفي بالحاجة، يعني بيستر العائلة. وغرفة 4 أمتار و4 أمتار تكفي يعني لإيواء عائلة متوسطة. طبعا احنا هذا المشروع عم نشتغله ضمن لجنة الإغاثة والمهجرين في الحملة المباركة التي أسميناها حملة إيدك معنا. ونحن نطالب الأخوة المتبرعين الميسورين ممن من الله عز وجل عليهم بالمال أن يعينونا بهذا المشروع، مشروع مهم، مشروع كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خلف غازيا في أهلي بخير فقد غزا. وكلكم تحفظون أحاديث أكثر مني بكثير عن الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل لمن يساعد المجاهد في سبيل الله عز وجل، ولمن يكفل أولاد المجاهد وأولاد الشهيد وأولاد المعتقل الذي قدم روحه وقدم حريته وقدم وقته وأغلى ما يملك في سبيل حرية، في سبيل الله عز وجل طبعا هو، ولكن من أجل الحصول على حرية هذا الوطن، ومن أجل رفعه راية هذا الوطن عاليا، ومن أجل أن يرفع كل واحد سوري رأسه عاليا مفتخرا بكرامته التي فقدت على مدى عهده الطويل. طبعا أنا في الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل مغترب من أبناء قارة، إن الحقيقة لم يقصروا معنا أبدا أبدا أبدا. أتوجه باسم الشخصي ونيابة عن إخواني في لجنة الإغاثة والمهجرين بالشكر الجزيل لكل من تبرع ولو بدرهم واحد. الحقيقة أن الأخوة المغتربين أبناء قارة ما قصروا معنا أبدا، جزاهم الله كل خير، ونحن نتأمل منهم الكثير الكثير، والله نسأل الله عز وجل أن يعوضهم خيرا عن كل درهم أو كل ريال قدموه لأبناء بلدتهم ولأبناء أمتهم. جزاهم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.